سؤال، ما تفسير الآية ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء؟ في يوحنا 3 آية 13 في كلام المسيح مع نيقوديموس، يقصد بالسماء هنا سماء السماوات التي لم يصعد إليها أحد. لما نقول إلي صعد إلى السماء ليس إلى سماء السماوات، لأن في سماوات كثيرة، فيه السماء الثالثة مثلا اللي بولس الرسول صعد إليه اللي قيل إنها هي الفردوس، لكن سماء السماوات ليس أحد صعد إليها إلا ابن الإنسان اللي هو المسيح الذي نزل من